السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبون؟ المحبة تسبق الطلب. انت بتطلب وعايز ربنا يعطيك، اعطي ايضا من يطلب منك. خليك حنين في طلبات الناس اللي بيطلبوها منك، عشان لما تطلب من ربنا يعاملك بنفس الحنية وازيد شوية. عشان كده في آية بتقول ايه: من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو ايضا ولا يستجاب له. عايز ربنا يعطيك طلباتك، خليك لطيف مع الاخرين. كل شيء تقدر تعمله للناس اعمله، كل سؤال يسألوه الناس وبامكانك انك تعمله اعمله. خليك قلب حنين وطيب ومعطاء، وخليك كريم في عطائك، وخليك مستجيب لكل صرخة، فحينما تصرخ يستجيب الرب ليك، لأن المحب لا يطلب شيء ضد مشيئة الله. في إنسان سأل المسيح مرة، قال له: من هو قريبي؟ المسيح اداله مثل، قال له: في إنسان كان نازل من أورشليم لأريحا وطلع عليه لصوص، عوروه وجرحوه وضربوه وسابوه مرمي. الإنسان الجريح ده عد عليه كذا حد، عد عليه كاهن شافه ومشي، عد عليه لاوي شافه ومشي، وبعد كده عد عليه سامري، يعني مش من بلده ولا البلدين بيحبوا بعض حتى. ومع ذلك السامري ده ما قدرش يسيبه، السامري ده شاله وعالجه وضمت جرحه واخده على فندق واكله واداله فلوس ووصى عليه حتى الناس اللي في الفندق دول. فالمسيح سأله، قال له: تفتكر مين من الثلاثة دول يستحق انه يسمى قريب للرجل ده؟ فقال له: الذي صنع معه رحمة. فقال له: أنت أيضا اذهب وافعل هكذا. يعني المسيح طلب مننا إن إحنا نعمل أعمال رحمة، أعمال رحمة في كل شيء، أعمال رحمة إن كانت خدمة خاصة بالأكل، بالعلاج، بالتعليم، بكل الأشياء اللي ممكن نقدمها أساس خدمة أتحبني في مختلف المجالات، تسديد احتياجات إخوة الرب ناحية المأكل، الملبس، التعليم، العلاج. وفعلاً خدمة أتحبوني بتحاول توصل لإخواتنا المحتاجين في كل مناطق مصر. الأسبوع ده خدمة أتحبوني نزلت إبراشية الشرقية والعاشر، وزي ما حضراتكم عارفين وقلنا قبل كده إن محافظة الشرقية دي محافظة كبيرة جداً، مترامية الأطراف، فيها عدد سكان كبير، وبالتالي الإبراشية فيها عدد مهول من الأسر، وبالتالي الأسر الأكثر احتياجاً أسر كبيرة جداً منتشرة في قرى كتيرة جداً. فبتحاول دايماً خدمة أتحبوني إنها توصل لأكبر عدد من الكنائس وأكبر عدد من الأسر.
الإنسان في هذا الزمان الحياة ضغطت علينا كلنا، وبالتالي كل واحد فينا محتاج اللي يقف معاه ويسنده. نشكر ربنا النهارده باركونا وشرفونا خدمة أتحبني اللي بتبقى مصرة دايما تشارك أولاد الكنيسة في احتياجاتهم وفي التزاماتهم المادية وفي مناسباتهم. وصراحة مجهود جبار. احنا هنا قطاع أولاد صقر بيخدم حوالي 10 كنائس، منهم مثلا كنيسة مريم اللي احنا فيها، كنيسة ماري جرس عزة مخائيل، كنيسة الأنبا بولا والقديسة معانا خراز الفخورة، كنيسة القديسة رفقة، كنيسة الملاك والأنبا برقان بروزة، كنيسة القديسة بسخرون الليني في المناشي، كنيسة القديسة رفقة في أبو عينات، مجموعة كبيرة من الكنائس، كنيسة العضلة طلعت البطيخ. القطاع كبير وفي عدد كبير من الناس، وصراحة هم ما بيتأخروش أبداً ان هم ييجوا ويشاركوا، بالاخص في غلو الاسعار اللي احنا شايفينها ديا. وانا حاسس ان هم بيخدموا شخص المسيح في كل شخص هم بيخدموه، زي ما قال ربنا يسوع المسيح كده: كنت مريضا فزرتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني، وكنت جوعانا فاطعمتموني. ربنا يعوضهم عن تعبهم. صراحه مجهود جبار، مشاوير طويله، 3 ساعات سفر، ولسه هيكملوا كمان بقيه القطاع، وهيكملوا قطاع تاني في حضن نجيح كنيسة العذراء، والقديسة أبنوب في حضن نجيح. مجهود جبار. هم بيبقوا مصرين هم يروحوا ويسلموا الحاجة بنفسهم، ويطمنوا الناس، فرحت وانبسطت، مشاعر جميلة وخدمة كلها بركة. ربنا عوضهم. بنشكر أولا شخص ربنا يسوع المسيح، له كل المجد، اللي دايما حاسس بولاده ووفر لهم احتياجاتهم. نشكر قداسة البابا الأنبا توادرس على اهتمامه بخدمة إخوة رب. نشكر سيدنا الأنبا إرميا القائم والمسؤول عن خدمة أتحباني، ربنا عوضه. نشكر كل المجموعة بتاعت أتحباني. نشكر سيدنا الأنبا مقار اللي بيتابع وبينسق وبيهتم بكل احتياجات إخوة الرب، ربنا عوضهم كلهم، ربنا يبارك لهم ووصلهم بألف سلامة. مجهود جبار وتعب، ما نقدرش غير نقول عوضهم ربنا. كل ما هتسند الآخرين هتلاقي ربنا يمد إيده بيسندك. في البداية بنشكر جدا جدا قداسة البابا على اهتمامه ومحبته لكل الشعب ولكل الناس اللي موجودة، واهتمامه أكتر وزيادة كمان، وده واضح من بداية حبرية قداسته بإخوة الرب، وقدين هو مهتم بيهم ومهتم بأن هم يكونوا في حال أحسن، خصوصا في الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها. وبنقدم شكر كبير جدا لأنبا إرميا
وبنشكره جدا على محبته وعلى اهتمامه وعلى رعايته وعلى اهتمامه بخدمة أتحبني، الخدمة اللي ليها اسم وليها دلوقتي باع كبير في الخدمة لإخوة الرب. ونشكر نيافة أنبا مقار على أنه أتاح للخدمة أنها تكون متواجدة بشكل أكبر وأكبر في الأبروشية وفي كل مكان في الأبروشية وفي كل كنيسة. الخدمة بتقدم حاجات كويسة جدا وبتقدم خدمات كبيرة جدا، مش بس خاصة بالمواد التموينية لكن باهتمام بالمرضى واهتمام بفروع تانية كتيرة. فبنشكرهم جدا وربنا يعوض تعب محبتهم. وإن كانت كرتونة أتحبوني دايماً مهمة للأسر الأكثر احتياجاً، إلا أنه دلوقتي مع صعوبة الظروف الاقتصادية بشكل أكبر أصبحت الكرتونة ليها احتياج بشكل ملح. بقت الأسر محتاجة أكتر المواد الغذائية، محتاجة أن المواد الغذائية دي يتم توفيرها بشكل منتظم. كمان مواد ملحة زي الزيوت، زي السمنة، زي الصلصة، زي الجبن، قد تكون أشياء الأسر مش بتقدر في حياتها اليومية إنها توفرها. المال اللي يدفعه الفقير أكتر بكتير جداً من المال اللي يدفعه الغني مهما كانت الكمية، لأن الفقير لما بيدفع من أعواز بيدفع من أعواز. نشكر الله تبارك اسم على كل العطايا اللي بيديها لنا، كما نشكر صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، ونشكر نيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا أرمية، كما نشكر أيضا نيافة الأنبا مقر أسقفنا المحبوب. نشكر أيضا طائم خدمة أتحبني اللي بتفرح كل الناس
مع وجود زيادة في الأسعار مع الحالة الاقتصادية إلا إن هم بنسوش الخدمة الجميلة دي. نشكرهم جزيلا ونشكر محبتهم وربنا يعوض تعب محبتهم. ولأن الإبراشية إبراشية كبيرة زي ما قلت لحضراتكم بتهتم خدمة أتحبوني إنها تروح لكنائس كتيرة وتخدم عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجا في أكبر عدد من الكنائس، وده عملته النهاردة إنها وصلت لشعب كبير في منطقة أولاد صقر في منطقة حوض نجيح عن طريق زيارة كنائس في المنطقتين دول. وده اللي قاله الآباء الكهنة عن اهتمام الخدمة المتزايد بإخوة الرب والأسر الأكثر احتياجا. حضرة صاحب النيافة حبرق الأنبار 100 على جهوده المضنية في توصيل احتياجات إخوة الرب في الأوقات الصعبة اللي احنا عايشين فيها، لأنه هو بيهتم جدا بالمزمور القائل: طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين، ينجيه الرب في يوم الشر. وببركة قداسة البابا تواضروس وأبينا المحبوب صاحب النيافة الحبرق الأنبار أسقفنا المحبوب، بنرحب بميسات، نرحب بإخوة الذين يقومون على أتحبني، الذين خلف الكاميرات والذين يعملون جاهدون ويسيرون على الطرق كثيرة لكي ما يوصلون لنا هذه البركة. كل الشكر ليهم، ربنا عوضكم أجرا صالحا سمائيا، يبارك في الأرش عزمي وكل الذين معه، ويتمتد أيديكم إلى كل مكان ببركة صلوات حضرة صاحب القداسة والغبطة البابا أنبا تواضروس وشريكه في الخدمة الرسولية أنبا أرمية وأيضا أبينا الأسقف المكرم. كل إنسان عملت معاه عمل رحمة، ساعدته أنه يأكل، أنه يشرب، أنه يتعالج، أنه يتعلم، ساهمت أنه يبات شبعان، الإنسان ده أصبح قريبك. خلينا نكبر عيلتنا، خلينا نكتر قرايبنا بأننا نصنع أعمال الرحمة زي ما المسيح قال لنا، وأنت أيضا اصنع معه هكذا. من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب له. محبة كبيرة، محبة العطاء، ده دليل ان الانسان اللي بيدي عطاء ده صدره واسع قريب من ربنا. لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لانه بذبائح مثل هذه يسر الله. الكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم ويزاد.
السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبون؟